يمكن برضو من الملفات اللي عليها كلام كتير هي الحكم المنتظر في قضية خالد بوطيب. يمكن موضوع خالد بوطيب هو موضوع أنا كنت موجود فيه، وكان الحكم كان جالكم، أو ما كنتوش بدأت القضية، لكن كان الحكم جه في خلال فترة اللجنة في 2021. قضية خالد بوطيب هي قضية أعتقد إن هي متداولة دلوقتي في محكمة التحكيم الرياضي في انتظار الحكم. مشكلة خالد بوطيب ببساطة شديدة إن خالد بوطيب كان ليه مبلغ يعادل 160 ألف يورو متأخرات، واللي حصل إن إحنا بادرنا بشكوى اللاعب، فاللاعب رد بشكوى مضادة. اللي بادر بشكوى اللاعب مش اللاعب اللي اشتكى الزمالك. الزمالك اشتكى اللاعب، فاللاعب رد بشكوى مضاده. فالحقيقه لما الفيفا بصت في الورق، الحقيقه الفيفا يعني طبعا لاسباب موضوعيه، يعني الفيفا خدت راي او خدت اتجاه اللاعب وما خدتش اتجاه نادي الزمالك. يعني الفيفا نظرت في شكوى اللاعب ولم تنظر في شكوى نادي الزمالك، وبالتالي تم الحكم على نادي الزمالك بتعويض. التعويض هو ايه؟ هو احنا كنا عندنا 160 الف يورو، التعويض بقى ان اللاعب طالب بايه؟ بكامل قيمه عقده. اللي احنا بنتكلم كان على حسب ما انا فاكر كان حوالي 3 مليون و 400 الف يورو. فبرضه تعاملنا في قصه خالد بوطيب هو تعامل في نوع من التراخي، وفي نوع من الاهمال، وفي نوع من عدم التقدير. لان انا النهارده ايه؟ انا عندي لعيب، اللعيب ده حتى لو انا ما توفقتش فيه كنت اقدر اقعد معاه واتفاوض معاه وانهي معاه الامور بطريقه ايه؟ وديه. ما فيش حد من احنا كلمناهم، سواء كان جروس، سواء كان اتشيمبونج، سواء كان الاكاديميه الكاميرونيه في القضيه بتاعت حسام اشرف، سواء كان نادي الدفاع الحسني الجديد، ما فيش حد اتكلمنا معاه وقلنا له احنا عندنا رغبه ان احنا نسوي ولا لا. بيبقى دايما ايه؟ الناس دايما بتبقى مفضله ان احنا ايه؟ يبقى في نوع من انواع الايه؟ الحل الودي اكتر من انت تروح للمحكمه. ولكن احنا كنا دايما معتمدين ان احنا لما نروح للمحكمه بنكسب وقت. الوقت ده على فكره اثبت ان هو اشتغل ضدنا، لان زي ما قلت لك ال 500 الف دولار بقوا 1,500,000 دولار في قضيه شيكابالا، ال 4 مليون جنيه بقوا 45 مليون جنيه. فالحقيقه التعامل اعتقد ان هو ما كانش تعامل مظبوط. وللاسف برضو احنا ما اتعلمناش، يعني احنا مش مثلا جات لنا قضيه فخدنا بالنا في القضيه اللي بعدها. احنا هو تكرار لنفس المنهج اللي احنا ماشيين بيه، او ان النادي ماشي بيه في خلال 10 سنين اللي فاتوا فيما يتعلق بموضوع القضايا الدوليه.